سمير خليفة. مساء الخير على حضرتك. مساء الخير يا فندم. تحياتي مرة تانية، وبنتكلم على فنان القدير شريف دسوقي، وانا اعتقد لحك رأي في هذا الامر او تابعت الحالة ازاي، وللناس كلها متعاطفة معاه كمان. اهلا وسهلا. والله دوت فنان اسكندراني والراجل مميز، وحصلت له مشكلة، فاحنا عندنا مركز الاطراف الصناعية ومركز على اعلى مستوى، فاحنا بنقدم له الطرف الصناعي المطلوب، ودوت مش تبرع، ده هدية من مركزنا وعلى أحسن مستوى موجود في العالم، وإن شاء الله يرجع يمشي كويس ويكون بخير ويمارس حياته ويمارس شغله بصورة طبيعية جدا. دكتور سمير بتقول لي احنا بتقدموا الطرف الصناعي اللي مطلوب من عندكم ليه؟ هدية؟ ده هدية. نعم. ده هدية ليه، على أساس إن احنا ناس لنا في المجال دوت، وهو ده شغلنا، ودوت نقدر نعمله بمنتهى المحبة، يعني للرجل الخلوق الإنسان الطيب من اسكندرية. هل تواصلتوا مع مستشفى ولا لا، ولا ننقل لهم يعني هدية حضرتك؟ إذا تكرمت حضرتك ونقلت الموضوع لي نكون شاكرين جدا. دلوقتي على طول هنكلم دكتور محمود الشرقاوي ونبلغه انه حضرتك مكانكم فين او مركزكم فين؟ احنا مركزنا في اسكندريه قدام نادي سبورتنج على طول، ومركز معروف يعني على مستوى الجمهوريه. تمام، حاضر. وانا بشكر حضرتك كمان على ايضا يعني المسانده والوقوف بجانب الفنان شريف دسوقي، وتقديم هديه عباره عن الطرف الصناعي اللي هو مطلوب لحالته، ويعني منكم بشكرك شكرا جزيلا.